الصدفة يعني البحتة، يعني كان معايا حد من أصدقائي قريب جدا في ليفربول، فيعني الراجل كان بيكلمني على حالة الهوس اللي موجودة بمحمد صلاح في ليفربول. بيقول لي في أي مكان بيدخله، ما بيقف يتكلم مع أي حد، في كافيه، في لوبي، في أوتيل، في أي حتة بيعرفوا إن هو مصري يتفتح الحديث عن محمد صلاح. وبيقول لي بمجرد ما الناس تسمع كلمة محمد صلاح دخل في الحوار، فتلاقي ناس من كل حته، ناس ما يعرفهاش جايه تتكلم على محمد صلاح. بيقول لي حاله عشق غير طبيعيه، كان صعب جدا جدا ان الواحد يتخيل. نفسنا الحقيقه نشوف لاعبين مصريين بيلعبوا في انديه كبيره في اوروبا زي الريال، زي برشلونه، لكن اعتقد كان من الصعب جدا جدا ان احنا نشوف محمد صلاح في مكان تاني غير ليفربول. نروح لانجلترا، هيكون معانا الاستاذ علاء الدخاخني الناقد الرياضي، او زي ما اترقى لو عندي التايتل مظبوط مؤخرا طبعا، سينيور تشيف اديتور في الاسوشيتد بريس، هيكون معانا عشان يكلمنا على الكواليس المرتبطه بتعاقد محمد صلاح، وخصوصا انه ده حصل في وقت كان محمد صلاح في اجازته، يعني او السمر بريك بتاعته في اليونان. استاذ علاء مساء الخير. مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بيك ومرحبا بكل المشاهدين قناه. اهلا وسهلا بيك، ويعني عارف وانت بتكلمنا من انجلترا، اعتقد انه الخبر الاهم النهارده والابرز عندكم هو خبر تجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول. تكلمنا عن الكواليس وعن الايام الاخيره اللي يمكن كان فيها حتى على السوشيال ميديا يعني حرب نفسيه بين كل الاطراف، تكلمنا على اخر التطورات اللي وصلتنا لتجديد محمد صلاح لتعاقده مع ليفربول. هو اكيد محمد صلاح وانضى امبارح على العقد طويل، زي ما بيقولوا عليه طويل طويل المده، او مده طويله لفتره طويله مع ليفربول. هو يعني حاله من حالات السعاده في مدينه ليفربول وكل مشجعين ليفربول، سواء كان في انجلترا او على مستوى العالم. محمد صلاح مش مجرد لعيب كوره بالنسبه للنادي ده، حاجه مهمه جدا لازم نبقى واخدين بالنا منها. الفتره اللي فاتت كانت الكواليس كلها فيها شد وجذب، بس كان حسمها رئيس النادي وحسمها محمد صلاح بان كل المفاوضات هي مفاوضات سريه، وبالتالي كان كل اللي بيطلع في الكلام كان كله كلام توقعات او تخمينات او نقلا عن الطريق، نقلا عن المقرب، نقلا عن المقربين، لكن ما كانش في اي حاجه واقعيه. الطرفين التزموا الصمت، ويمكن ده خلى الموضوعات ماشيه بصوره صحيحه. اعتقد ان خساره ليفربول الدوري بفرق نقطه وخساره المباراه النهائيه في الشامبيونز ليج هي اللي اجلت شويه الاعلان التعاقد بشكل او باخر، بالاضافه ان فتره الانتقالات الرسميه اللي بتتفتح كل شهر 7 وشهر 8 وشهر 9 لحد اول 9 هي دي الفتره الاساسيه اللي بيتم فيها اعلان عن تعاقدات سواء كانت تجديدات او انتقالات بشكل عام. محمد صلاح يعني السوشيال ميديا من امبارح مشتعله باسمه بشكل او باخر، اسطوره كبيره بتتكتب جديده في كره القدم، واعتقد السنوات القادمه هتثبت ان محمد صلاح باختياره نادي ليفربول واحد من اقوى الانديه في اقوى دوريات العالم، هو نقطه انطلاق كبيره جدا مش لصلاح بس، ولكن ايضا ليفربول ولما يمثله اهميه من اهميه وجود محمد صلاح اقتصاديا كمان لليفربول بشكل كبير جدا على كل المستويات. بيتهيألي كمان انه يعني في ناس كتير بتسال، يعني طبعا انت عارف ان احنا يعني وسائل الاعلام كلها الحقيقه بتتكلم على مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح من شهور فاتت، والصفقه دي يمكن او اسم محمد صلاح ارتبط بعدد كبير جدا من الانديه، لكن فكره كمان ان المسؤولين في في في, في ليفربول يتحركوا من مكانهم عشان يروحوا لصلاح في اليونان، تقريبا انا عارف ان هو بيقضي اجازته في اليونان في الوقت الحالي ويخلصوا التعاقد معاه، ده برده كان مسار تساؤل من الناس كلها. هو هي طبعا يعني هي كانت لفته قويه جدا، هي لفته تقديريه من ليفربول ان يتم التحرك لمكان تواجد محمد صلاح، فيها احترام كبير جدا متبادل ما بين الطرفين، و يعني وجود اعتبار كبير جدا لقيمه محمد صلاح ان هم يروحوا لحد عنده في مقر اجازته ويعملوا معاه التصوير والفيديوهات اللي احنا شفناها الجميله اللي احنا شفناها امبارح موجوده على السوشيال ميديا. التحرك ده فيه تقدير كبير من جانب ليفربول لقيمه محمد صلاح، وبالتالي دي احدى كانت اعتقد ان كانت احدى النقاط الاساسيه او العمليه التقديريه، وصلاح ذكرها في اكثر من مقابله. صلاح كان قاعد باريحيه كبيره جدا. أيوه. ما عندوش مشكله في الشكل اللي ظاهر بيه، هو المهم ان هو ظاهر بتيشيرت ليفربول، ويعني المساله بالنسبه لهم كانت نوع من انواع السعاده اللي هتتم لامضاء صلاح.
انتقالهم ليه ما فيهوش اكتر من ان هو ده حاله من حالات الاحترام والاحتفاء. محمد صلاح مهما كان موجود وارتباطه بنادي ليفربول هيكون ارتباط طويل المده، ويمكن يكون ارتباط ما بعد كره القدم كمان، لوجوده مشروع داخل مشروع ليفربول الاقتصادي والرياضي. طب خليني اقول لك كمان انه يعني جزء من التفسيرات لفكره تحرك مسؤولين ليفربول بعيدا عن قصه تقدير طبعا نجم بحجم محمد صلاح، كانت لانه او يعني هكذا تم التداول انه لمحاوله قطع الطريق على اكثر من طرف كان بيحاول يحصل على توقيع محمد صلاح في التوقيت ده اثناء تواجده في اليونان. طب يعني انت لو سمحت لي هقول لك حاجه بسيطه جدا. اتفضل. كله كان توقعات وكله تخمينات وكله كلام. محمد صلاح محترف عالمي، شخصيه عنده اداره كامله، وما اعتقدش ان دي السبب الرئيسي او ده كان موجود في الاساس. انتقال ليفربول او المفاوضات اللي كانت بتتم مع صلاح، لو احنا بصينا الفتره الماضيه هنلاقي ان كان في كلام كتير جدا على ريال مدريد، على برشلونه، اتفتح كلام على باريس سان جيرمان، اتفتح كلام على نيوكاسل، وسمعنا رقم خيالي وصل ل 700,000 دولار، 700,000 جنيه استرليني في الاسبوع. ده كله كلام. الاساس في الموضوع ان الكواليس اللي كانت موجوده والعلاقه اللي ما بين محمد صلاح وما بين نادي ليفربول، الموضوعات كانت ماشيه على وتيره هاديه جدا، واضح ان كان في طلبات محدده وكان في محاوله وصول لطلبات وتلبيه رغبات صلاح. في خطوه كبيره كان المفروض يعملها وحققها ليفربول، كسر حاجز الرواتب ب 350 او 370,000، اللي اتوقع ان هو هيكون الرقم 370,000 في الاسبوع. 370 ده رقم مش موجود، ده رقم تاريخي في ليفربول، مش 350 زي ما اتكتب يعني. مش يعني ممكن التوقعات كلها، مش هقول لك حاجه، كل الكلام لحد دلوقتي الرقم الحقيقي ما ظهرش، لان العقد لسه ديسكلوز او لسه في اطار السريه، ومش هينشر غير مع اظهار البيانات الماليه الخاصه بنادي ليفربول. تمام. فالارقام كلها تتكلم ان هو تحت حاجز ال 400,000 بقليل، في ناس تتكلم ان هو 350، ناس 1,360. انا اعتقد ان الرقم هيكون رقم يعني زي ما يكون رقم متوسط، هيكون حوالي 370,000 جنيه اسبوعيا، ده غير الحواسس وغير التحفيزات الاضافيه، مشاركته في تحقيق القاب او احرازه لعدد معين من الاهداف او تحقيق لقب هداف الدوري، بالتاكيد دي كلها هيكون ليها تاثير بشكل كبير جدا على المقابل المالي لتعاقد محمد صلاح. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ علاء الدخاخني، طبعا الناقد الرياضي بالاسوشيتد بريس في انجلترا. دي كانت اخبار طبعا واصداء صفقه بقاء محمد صلاح في الانفيلد وتجديد تعاقده.